حضراتكم في النادي الاهلي، وبنشكركم على تلبيه الدعوه والمشاركه في ترتيب فعاليات هذا المؤتمر الصحفي المنعقد النهارده ان شاء الله للاعلان عن كل التفاصيل الخاصه بتولي الكابتن وائل جمعه صقر دفاع مصر مهام مدير الكره في المنصب الجديد، وكل التفاصيل المتعلقه بتجديد عقود نجوم الاهلي الموجودين في الفريق حاليا، وكل التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع مجموعة اللاعبين الجدد اللي إن شاء الله هيكونوا دعامة حقيقية لفريق النادي الأهلي للحفاظ على مسيرة البطولات والانتصارات. سعادتي اكتر في ان انا هخدم المكان اللي انا بحبه والمكان اللي انا عشت فيه احسن من سنين عمري. اتمنى ان انا اكون اضافه ان شاء الله وانقل الصوره الحمد لله الطيبه اللي انا عشت فيها في النادي من التزام وانضباط جوه الملعب وخارج الملعب. الحمد لله عمري ما عملت مشكله في النادي. اتمنى ان اكون ان شاء الله قدوه للناس اللي هتبقى معايا باذن الله في الملعب. الناس كلها اللي جت، اللعيبه اللي جت واللعيبه اللي مشت، كلها كان في هدف واحد في دماغها، ان هي تخدم النادي وتساعد على رفع اسم النادي الاهلي. فانا مره ثانيه سعيد جدا ان انا موجود واكمل مسيرتي في النادي الاهلي. اول حاجه ببارك لكابتن وائل جمعه على توليه منصب مدير الكوره، واتمنى له التوفيق ان شاء الله، وان شاء الله عنده المسؤوليه ويقدر يضيف في المكان ده. تاني حاجة مبسوط ان انا وصلت دلوقتي، ومبسوط ان انا رجعت النادي الاهلي. بيتي دايما وفرحان ان انا بخدمه. عارف ان المسؤولية صعبة علينا كلنا ان شاء الله، بس احنا قدها باللعيبة اللي قدام واللعيبة اللي جت النادي الجديدة. طبعا تجديد عبد الله وعماد وشريف وعاشور واحمد عادل ده اضافه كويسه للنادي، مبسوط ان هم جددوا. واللعيبه الجديده طبعا هيبقوا اضافه كويسه للنادي، ان شاء الله مع بعض نقدر نتحمل المسؤوليه دي ونحافظ على صداره النادي الاهلي وبقائه في المقدمه دايما ان شاء الله في السنين الجايه.